اهلا بكم معنا في فقرتنا الحواريه. القاهره عاصمه مصر وحضارتها منذ التاريخ القديم وحتى العصر الحديث، والحقيقه انه مشروع القاهره التاريخيه احد المشاريع المهمه اللي بتعمل عليها الدوله لاعاده صياغه القاهره التاريخيه علشان تكون مركز حضاري وثقافي يمزج ما بين القديم والحديث. عن الموضوع ده معانا في الاستوديو في هذا الحوار الدكتوره ريهام عرام، استاذ المصريات وخبير التراث الثقافي لدى اليونسكو. اهلا بك معنا دكتوره ريهام. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتوره ريهام، طبعا احنا يعني انا شايفه شغل كتير تحديدا كمان في القاهره الخديويه، لكن خلينا نفرق ما بين مشروع القاهره التاريخيه والقاهره الخديويه. تمام. القاهرة التاريخية زي ما حضرتك تفضلتي وقلت هي المنطقة القديمة من مصر، هي العاصمة القديمة، بتشمل عدة مناطق من أول الفسطاط اللي هي كانت العاصمة الأولى في العصر الإسلامي والقطائع والعسكر، والمنطقة اللي هي بقى امتدت في عصر الفاطميين عند شارع المعز وأبواب القاهرة وبوابة الفتوح والمنطقة دي بقى والغورية والأزهر الشريف والمنطقة دي كلها. طيب، هي اتسمت القاهرة التاريخية أولا لأن هي موقع مختلف تماما ومن أوائل المواقع اللي سجلت على قوائم التراث العالمي لليونسكو عام 79، وده نظرا لحاجات كتيرة قوي، نظرا لأنه كان في هذا الوقت النسيج العمراني بتاعها متميز تماما ومحتفظ بأصالته وطبيعته نتيجة الأنشطة اللي بتمارس فيها الأصيلة، كانت بتتميز بالأصالة وما زالت طبعا بتتميز بالأصالة والحفاظ على الآثار اللي موجودة فيها. يعني يمكن مثلا المنطقة دي بس، منطقة شارع المعز والمنطقة اللي حواليها والمحيط القاهرة الفاطمية دي اللي هي معظمها كمان آثار بتعود للعصر المملوكي والعثماني، فيها أكثر من 600 أثر من أسبلة ومساجد وكتاتيب وغيرها. هل احنا عندنا حصر بقى للقاهرة التاريخية وكل المباني وكل التراث اللي موجود والآثار والمقابر حتى؟ طبعا عندنا حصر متميز جدا. يعني الحقيقة مصر من الدول اللي بتتميز في المنطقة ان هي البنية التحتية بتاعتها قوية جدا من حيث التوثيق بالذات. التوثيق يعني مهم قوي في الامور دي جدا، مش هنقدر نحافظ على حاجه من غير ما يكون عندنا المعلومه الكامله عنها. فاحنا عندنا كذا شكل من اشكال التوثيق. وزاره السياحه والاثار طبعا عندها توثيق دقيق جدا لكل الاثار اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، ودي يعني قوائم بتتحدث، مش بس اتعملت وسبتت على كده، لا ده بيتم تحديثها بشكل دوري، بيضاف حاجات، بيتم صيانه حاجات، وبيتم ازاله حاجات. جهاز قومي التنسيق الحضاري عنده أيضا توثيق للمباني ذات الطراز المعماري المتميز، ولكنها ليست أثار. يعني في مباني بناها أشخاص عاديين أو معماريين حتى متميزين، ولكنها لا تعد أثر، لكنها ليها طابع معماري مميز، مسجلة وموثقة وليها رقم. لازم تسجل وليها أسس للحفاظ، والأثار ليها أسس للحفاظ، ودي ليها قانون ودي ليها قانون حفاظ، وليها إجراءات. يعني الدولة بتتخذ إجراءات لحماية دي وإجراءات لحماية الآثار. طيب، أبرز معالم بقى القاهرة التاريخية اتكلمتي عنها، لكن فكرة بقى المشروع التطوير بدأت أعتقد كمان من شارع المعز. شارع المعز لما اتعمل عمل طفرة جميلة جدا. صحيح. أول ما اتعمل. فعايزين نتكلم بقى على القاهرة التاريخية أكتر والمراحل بقى الخاصة بالمشروع. يعني يمكن هو إحنا من ساعة ما بدأنا نشعر بأهمية إنه اليونسكو يجي ويسجل موقع زي ده كموقع تراث عالمي، ابتدينا نفكر في عملية إعادة تأهيل لهذه الأماكن. فكان طبعا المشروع الكبير لإحياء شارع المعز اللي هو لأنه هو الممر العظيم أو القصبة اللي بتربط بين شمال القاهرة وجنوب القاهرة من باب الفتوح لباب زويلة. فده كان مشروع قوي جدا وكبير قوي، ومازلنا الحمد لله محافظين عليه، وزارة الآثار بتمارس يعني الصون للآثار وللتراث الموجود. ده بخلاف بقى الفعاليات اللي بتحصل هناك، ده اللي مدية أو محافظة على روح المكان. ده حقيقي
جدا، لان الفعاليات اللي حضرتك بتقولي عليها دي هي بقى الجانب الاخر من التراث اللي هو بنسميه التراث الثقافي غير مادي، اللي هو مظاهر العادات والتقاليد اللي كانت موجوده زمان واللي احنا بنحتفل باحيائها، الاكلات الشعبيه المتخصصه فيها المناطق دي وتوارثناها وبنعملها بشكل عفوي وتلقائي، بنسميه التراث الحي، الحاجات اللي هي مش ملموسه ولكننا ما زلنا نمارسها واخذناها عن اجدادنا وبنعتز بيها. على الافراح ده دور بقى وزاره الثقافه انها تحافظ على الطقوس دي اللي موجوده، علشان دي مع يعني الحفاظ على التراث بتحافظ بقى على روح المكان نفسه. صح جدا، بالظبط، وهو دورنا كلنا الحقيقه. يعني وزاره الثقافه بتمارس دور كبير في ده، وبتتابع عمليه التوثيق ووضع قوائم جديده للتراث الثقافي غير المادي على قوائم اليونسكو، لكن ده دور بقى كل مواطن. يعني ان احنا نبطل نستورد عادات من الغرب، ونعتز بعاداتنا وتقاليدنا، ونعرف قد ايه هي جميله وليه. يعني دايما كل عاده من عاداتنا وتقاليدنا ليه في وراها فلسفه، في وراها سبب احنا عملنا بيه كده. صحيح. مشروع بقى حديقه تلال الفصنات برضو من اهم المشروعات اللي بتاتي ضمن القاهره التاريخيه، والحقيقه ان القاهره مشهوره جدا بالجناين الكبيره، حديقه الاورمان، الازهر بارك، لكمان يعني لما تم اعاده يعني افتتاحها مره ثانيه بقى شكلها مختلف. عايزه اتكلم بقى على حديقه تلال الفسطاط، ايه شكل المشروع؟ هي الحقيقة هو يعني المنطقة دي منطقة مميزة جدا. أولا هي منطقة في قلب القاهرة، كان في حديقة الفسطاط بس ما كانش منتبه ليها، ما كانتش بتشد عدد كافي من الزائرين زي اللي هنشوفه دلوقتي من خلال مشروع حدائق تلال الفسطاط. المشروع ماشي بسرعة كبيرة، وبيتميز ان هو في وسط البلد، المنطقة بيربط يعني هو في منطقة الفسطاط نفسها، فبيربط القديم بالجديد. ما خرجتيش من القاهرة لكن مستمتعة بنقاء الجو والبيئة الطبيعية الجميلة والحدائق الخضراء اللي موجودة هناك. طيب عايز أتكلم برضو على احنا بنتكلم في المشروع مساحته قد إيه؟ أكيد مساحته كبيرة. الحقيقة هو واضح ان هو مساحته كبيرة قوي، مش عندي الرقم بالظبط، لكن هو طبعا يعني مشروع مميز. نتوقع انه يبقى زي الازهر بارك كده، انه يبقى يعني متضمن معارض، مطاعم، يعني هو ده اتجاه واضح ان هو يعني ده اتجاه عام دلوقتي، ما بقتش الحاجة زي زمان بنعملها وبنسيبها، لا كل حاجة دلوقتي بتتعمل يعني بيتم احيائها. سؤال يعني بقى، هل في فلسفة بقى من يعني إعادة افتتاح المكان أو تطوير المكان بيبقى فيه فلسفة معينة؟ إحنا مش بنتكلم بس على المباني، إن إحنا بيكون في فلسفة مختلفة مبنية على محاور مختلفة؟ شوفي حضرتك، هو كان زمان فلسفة التطوير، أو حتى كنا بنستخدم زمان لفظ التطوير، وأصبح لا يصح استخدامها فعلا، لأنه إحنا مش بنطور، إحنا مش بنجدد حاجة، إحنا بنعمل إحياء. إعادة الفرق إحياء. عايزين نوضح للناس إيه الفرق؟ التطوير لما نكون بنجدد حاجة، لما نكون هنخليها حديثة، احنا مش بنحدث، احنا بنحافظ على القديم، بنعيد استخدامه بما يحافظ عليه في استخدام. بس اكيد المحافظة دي ليها معايير طبعا مختلفة تماما طبعًا عن التطوير. طبعا ايه اهم المعايير اللي بيتم العمل؟ انه يتم اعادة استخدامها بشكل لائق في نشاط كان تم استخدامها فيه قبل كده. يعني بمعنى اخر، انه كنا زمان نطور القصر وما نشغلوش ويتقفل عشان نحافظ عليه، فاللي بيحصل له ان هو لما ما يتزارش او لما ما يبقاش فيه سياح عليه او رجل عليه بيبتدي يتدهور تاني. ما هو كنا بنقول ان الاثر زيه زي الانسان يمرض ويشيخ، فهي نفس الفكره بقى، اعاده احيائه ثم زيارته ثم اعاده استخدامه هي دي اللي بتساعد على استدامته. فاحنا الهدف من اعاده الاحياء واللي هو كنا بنسميها قبل كده تطوير، اعاده الاحياء الاستدامه، ان احنا نخلق له دور مناسب لدوره الاصلي اللي ممكن يشتغل فيه. ازاي يتم يعني ضمانة الاستدامة؟
ان هو يشتغل فقط، ولا يبقى رفع كمان الوعي الثقافي للناس عن اهميه التراث؟ رفع الوعي الثقافي جزء، السياحه الامنه، السياحه المسؤوله، انه احافظ على عدد الزائرين معين. يعني احنا عندنا اجراءات متخذه، مثلا زي ما في الهرم ما بندخلش اكتر من 150 واحد في اليوم حفاظا عليه، نفس الفكره، يبقى في عدد محدود من الزائرين، يبقى في خطه حمايه، يبقى في خطه اداره ازمات، ماذا لو حدث كذا، ماذا لو حدث حاجه طبيعيه، ماذا لو حدث بنا يعني حوالين المنطقه، هيكون التصرف ازاي. فخطه اداره كامله، خطه اداره ازمات متكامله، وعي كمان الناس اللي عايشه في المناطق دي، انها كمان تقدر تستفيد وتكون متفهمه لاهميه التراث، يعني لان هم اللي عايشين، فلما هيستفيدوا هيقدروا هم اكتر ناس يحافظوا على المكان ده. حقيقي هم حراس المكان الاصليين، وهم على فكره هم عارفين قيمه المكان كويس قوي، وهم بيستوحوا منه كل حاجه في حياتهم. يعني تلاقي الحرفي او الصناع تلاقيهم دايما بيستوحوا من الاثر الموتيفات اللي بياخدوها عشان يشتغلوا عليها، شغل خياميه او شغل طرق على النحاس، كلها مستوحاه من البيئه ومن الاثار المحيطه بيهم. فهم أقدر الناس على الاستفادة من هذه الآثار، وأقدر الناس على حمايتها. وهم نسيج واحد، هم فعلا مرتبطين بالمكان جدا، وليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم اللي محافظين عليها، واللي احنا لازم نتناقلها برضو عشان نقدر نحافظ معاهم عليها. طيب نتوقف مع هذا التقرير ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا. عايزة تعليق بقى على التقرير اللي احنا شفناه. شفنا طبعا شغل، والحقيقة انه كمان شايفين المعمار قد ايه، يعني الهندسة المعمارية مهتمين بالطابع بتاع المكان، والاجمل كمان فكرة الحرف اللي احنا مشهورين بيها، ودي برضو فرص عمل، لان الحرف دي لو ما اهتمناش بيها هتندثر. صحيح جدا، يعني التقرير هايل، لانه بيبين حاجة جميلة قوي احنا يعني انتبهنا ليها، انه في نفس الوقت اللي احنا بيتم فيه بناء عاصمة إدارية جديدة، احنا تاريخنا القديم احنا ما اهملناهوش، احنا محافظين عليه، احنا مش هنسيبه يتدهور. الفسطاط اول عاصمه اسلاميه في افريقيا، اول عاصمه لمصر، احنا محافظين عليها وبنبني فيها مدينة سكنية متكاملة راقية، فيها المسارح، فيها الفنون، فيها الحرف اليدوية، مبنية على الطابع الإسلامي. صحيح. أنا شايفة طابع جميل جدا، لا هو محاكاة لما هو موجود، ولا هو حاجة جديدة، لا هو حاجة فيها روح المكان. صحيح. وده من أجمل ما يكون. فده استكمالا لمتحف الحضارات على نفس ومجرى العيون كمان، وسور مجرى العيون. احنا يعني ده كان مؤرقني والله، الواحد من وهو طفل صغير بيعدي جنبه بيبقى زعلان ان حاجة رائعة زي دي كانت مهملة بهذا الشكل، ان تتشال، ده حاجة ضخمة جدا، يعني كانت مدن. صح. جوه يعني ده كله يتشال وتتحول بقى المنطقة. اعتقد دي من التحديات اللي بتواجه العمل بقى في المناطق ده كان تحدي قوي جدا مما لا شك فيه، لان احنا سكتنا عليه سنين لحد ما الوضع تفاقم. فالحمد لله ان الدنيا دلوقتي مشرقة وبنخلص. عايزين نتكلم بقى على القاهرة الخديوية، برضو من المشاريع المهمة اللي اشتغلتي فيها. ده من المشروعات المهمة جدا، ووسط البلد، ميدان التحرير، تغيرت الشكل، مش الشكل، احنا حافظنا على التراث وعلى المكان، لكن بقت الناس بتروح، كان الباعة الجائلين مليين المكان يعني، وكانت الناس حتى لما تقول انا رايحة وسط البلد، طب انا هركن فين، طب مش هعرف امشي في المكان، لا دلوقتي بنروح وبنعرف نمشي وبنعرف نركن. بقى في مناطق كمان جديده نقدر نخرج فيها. كلمينا بقى على الفكره بتاعت القاهره الخديويه. الحقيقه القاهره الخديويه دي المنطقه المحببه لقلبي جدا، واعتقد لكل المصريين، ما فيش حد فينا ملوش حاجه يقضيها في وسط البلد، يا اما خروجه او فسحه او مطعم او سينما او مدرسه. انا كانت مدرستي في في في, في التحرير يعني، فلا وسط البلد بتاعت كل المصريين، وهو ده كانت الفكرة من بداية تطوير
القاهرة الخديوية. خلينا نقول القاهرة الخديوية اللي هي إيه؟ زي ما قلنا القاهرة التاريخية، القاهرة الخديوية اللي هي المنطقة وسط البلد تقريبا، بتمتد من ميدان رمسيس لحد كورنيش النيل، يعني ناحية الزمالك. ليه اتسمت القاهرة الخديوية؟ تيمنا بالخديوي إسماعيل، لأن هو اللي استقدم البستانيين والمعماريين الأوروبيين عشان يبنوا المدينة الجديدة، العاصمة الجديدة لمصر خلال القرن 19، وكانت بتحاكي في جمالها ونظافتها ورونقها باريس، عشان كده من هنا جاء اسم باريس الشرق. طبعا المنطقة شهدت عمليات تطوير مختلفة على مراحل مختلفة من 2015، زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، كانوا الباعة جائلين في كل حتة. يعني لو نذكر كان الشارع بيمر فيه حارة واحدة وهو أربع حارات، فده كان تحدي نقلهم لأماكن تانية، فتح جراجات كانت مقفولة بقالها سنين زي جراجات أكيد التحرير. كان في مقاومة، لأنه برضو وسط البلد فيها رجل كتير، ويعني عملية البيع والشراء سهلة طبعا. ده هي عملية المقاومة دي كانت حاجة يعني مزعجة جدا، لكن النتيجة في الآخر لما حضرتك تيجي وتشوفي بعد كده الناس اللي كانت هجرت شققها عشان مش عارفة تقعد فيها ومش عارفة تنزل من بيوتها من كتر الباعة الجائلين اللي مرصوصين على الرصيف، قد إيه الناس دي رجعت بيوتها تاني. بقى في شركات خاصة جاية بتطور عقارات في وسط البلد وبتشتريها وبتطورها، بترجعها لأصلها. خليني بلاش أقول تطوير، خليني أقول إعادة إحياء، برجع الشيء لأصله، إعادة الشيء لأصله. بس ده محتاجة متخصصين طبعا. ما هي دي العقارات المسجلة طراز معماري مميز وفقا لقانون 144، فدي ليها قانون بيحكمها، وليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هو اللي بيحافظ عليها وبيحط الاشتراطات للحفاظ عليها وبيراقب عليها القانون ومحافظة القاهرة. فطبعا دي حكاية تانية. يعني عندنا حوالي 500 مبنى طراز معماري مميز في وسط البلد جدا. يعني حاجة السكان كانوا يعني متعاونين في وفي زي كل حاجة، في طبعا مقاومة أحيانا، في ناس مقاومة في البداية وبعد كده بتبتدي تساعد وبتبقى هي متحمسة جدا لما بتشوف استجابة حقيقية وبتبدأ تثق، وفي ناس بتبقى من البداية بتبقى مبسوطة بعملية الإحياء. بس النتيجة في الآخر كانت مذهلة. النتيجة مذهلة. احنا دلوقتي بنقدر ننزل نتمشى، بنشوف وسط البلد، بنشوف شياكة وسط البلد، الدرجات كمان اللي تم ادخلها لمنطقه وسط البلد، الشباب بقوا يروحوا يعني يحبوا يتفسحوا فيها، يحبوا يخرجوا فيها، ما كانش ده الوضع زمان. عايز اقول الحضاره المصريه يعني اذهلت العالم وفيها اسرار لحد دلوقتي لم تكتشف بعد. يعني الفكره عشان حتى علم الحضارات بقى اسمه علم المصريات، يعني هي دي الفكره. يعني صحيح احنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي ليها علم باسمها. يعني احنا اللي عندنا علم المصريات ده اللي هو يشمل التاريخ والحضاره والاثار والعقيدة والديانة وكل حاجة. فتاريخنا مميز ودي أصولنا ولازم نفتخر بيها ونحافظ عليها. وكمان على مدار التاريخ يعني ما فيش حضارة أو يعني قدرت أنها تغير فينا، إحنا اللي بنغير يعني. فدي كانت حاجة مميزة طبعا، ده حاجة من الحاجات اللي بتميز، يعني ما بتأثرش في الحضارة المصرية، إحنا اللي بنأثر لكن المصريين ما بيتأثروش. وإحنا يعني من كتر الحمد لله يعني ما إحنا محافظين على ده، تلاقي حضرتك لحد دلوقتي معظم الحاجات اللي إحنا بنعملها ليها أصول. صحيح. من مصر القديمة، من العصر ده بالظبط، من أيام الفراعنة. يعني إحنا كنا بنتكلم عن اهتمام المصريين بالمقابر وحبهم للمقابر وزيارتهم للمقابر، دي عادة مصرية قديمة لا تزال موجودة حتى لا تزال موجودة، وبنعتز بيها ونبجلها ونقدس، يعني بنحترم أمواتنا وبنحترم زيارتهم. دي كانت حاجات بتزين جدران المعابد عند مصر القديم، وتقديم وإقامة الولائم والطقوس ليها طقوس معينة ولا تزال. وده إيمان المصر القديم بالبعث والخلود المتوافق مع إيماننا مسلمين وكأصحاب ديانات وأهل كتاب بالبعث. نعم. وبالحساب. أستاذ دكتورة ريهام عرام، أستاذ المصريات وخبير التراث الثقافي لدى اليونسكو، بشكرك شكرا جزيلا على الحوار ده. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم وإلى اللقاء بكرة إن شاء الله، حلقة جديدة وهنا مسبيح.